نور صباح الفل بونجور الناس كل اللي تسمع فينا على اي اف ام. احنا راديو نهار الخميس 26 اوت 2021 انتم تسمعوا في ولد المدام سويعتين من زمان نعطيكم فيهم الاخبار برشا ضحك زيادة مع ضيفتنا ريم الحمروني واسامه السعفي من توا حتى ال 11 تاع الصباح. انتم تسمعوا في ولد المدام مع يوسف بحري. نجموا تفرجوا فينا صوت وصورة على EFM TV على شان يوتيوب راديو EFM ولا على الباج فيسبوك راديو EFM وتفعلوا سورتو مع السونداج متاعنا نعطيه لكم من بعد شوي. اليوم في سمعنا وسامة كالعادة جبنا اخبار جديدة باش نكتشفوها من بعد شوي في تبح بيها حتى بحمدي هزنا البقعة مزيانة كالعادة في تونس باش نمشيو لنابل اليوم نعملوا طلع على راس فرتاس. روسيت كالعادة جينا من القصرين اليوم الروسيت متاعنا بعثوا لنا على الواتساب 52 959 603. روسيت بنينة برشا تكتشفوها بعد شوي. قبل هذا الكل نرحب بضيفتي لليوم الرابع 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 التوالي اهلا بي من بعد شوي نرحب بها قالوا لي قول لهم ريم حمروني اهلا وسهلا بي. اهلا وسهلا نهارك دقله ومحلى مريولك. عايشك ربي يفضلك. عرفتوا شكون؟ اي بيجي صحيح بيجي هز مشموم هز مشموم ومظلة هكا وترفل عندي كيف كيف مايكل جاكسون في سيدي بوسعيد نفس المريو تجي تجي بي غدو شنحوال لاباس الحمد لله لاباس لاباس. اسامه بونجور صباح الفل صباح النور شنحوال الانوار ريك ريم ويوسف والناس اللي يسمعوا فينا الكل يبيع في المشموم اي مالا مايكل اللي يبيع في البامبالوني البامبالوني اي عندي مايكل جاكسون ولا طنجي غدوه بيه المريو مايكل جاكسون في في سيدي بوسعيد لي بول بيرسوناليزي كي محليهم عايشك ربي يفضلك حتى انت محليه مريو لك زاده اي ما نعرفوش شكون لينو نايتمير اسمع سيدي كي ما حاجه لوكس ملي عنده يخت اليخت صحيح ملي يخت قاعد يطل في الامور بديت هكا تكبس شويه وكذا وسمع على عينيه وكذا ما يجيش معاه ومن غدوه ملي يخت جانا مريولك الماركه الكبيره الماركه الكبيره البارح جانا ببلومه هكا ريش تاع ثقافه وكل يوم هكا بدل صحيح صحيح انا البارح راهو عملت غلطه كبيره كبيره برشا اللي هي اللي ما قلتش ان شاء الله كل عام ويحيي بخير لامي اه وي قلت شوي زانيفرسير لهم لنا الكلنا نقولوا لها كل عام وهي خير وربي يفضل لك يوسف وربي يطول في عمرك. جراير شكون البارح ريم؟ سهسوها لا جراير اسامه والخبر اللي جابوه لنا اخر البر اخر وقت هذاك برك لنا الكل خبرنا اخر وقت دونك ان شاء الله كل عام ويحيي بخير كل عام وهي بحيا بخير ان شاء الله كل عام تحيي بخير وميرسي على التربيه وال والشيء اللي حطيتني فيه والغرام هذايا نتاع الراديو وكل شيء ربي يفضلك ربي يفضلك ليا. يلا نبداو برنامجنا كالعاده بالسونداج. هل التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجالي نعم ام لا؟ لورجونس وما ادراك من لورجونس عرفنا قيمتها برشا بريود الكوفيد العوايمين هذوما. جي بوعة في ميكرو جي بوعة مشات سالت العبيد نفس السؤال هذا نشوفوا شنو جاوبوا في ميكرو جي بوعة. صباحكم بالخير والخمير والايام الطيبه كيما العاده والله لا يقطع العاده. أختكم خلود هبطت للشارع التونسي وسؤالي لليوم يقول هل التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجالي وإلا لا؟ تابعوني باش نعرفوا كيفاش كانت إجابات التوانسة. نتصوروا الحقيقة ما هوش راضي المواطن التونسي على خدمات الطب الاستعجالي مش على خاطر الطب مقصرين ولا ديتار الشبه الطبي مقصر الحقيقة قاعدين يبذلوا في مجهود وبالعكس احنا عندنا خيرة الأطباء في العالم ولكن البنية التحتية لتاع قطاع الصحة في تونس ما هوش لك الكل يعني دونك يخلي الخدمات الاستعجالية ما تكونش في مستوى تطلعات المواطن وفهمتني والمواطن يلقى في سوء تسيير ويلقى برشا إخلالات بجرة هالبنية التحتية الخايخة القطاع الصحي في تونس اللي لازمنا تعاونوا مواطنين وأطباء وما معناه وجماعة قطاع الصحة وكدولة وكذا والناس الكل باش نصلحوا منه ونقدم القدام. تونسي ما هوش راضي على خدمة الطب الاستعجالي وجامي كان يرضى على خدمة الطب الاستعجالي خاطر احنا تحب ولا تكره خاطر كشي عنا السيرفيس متاع السبيطارات في تونس الحقيقة طايح شوية وزيد ما شاء الله زاد التونسي ما يعجبوش العجب. تونسي معناها ديما مش راضي اللي هي حاجة بطبيعتنا احنا معناها ديما منكتفيوش بالشي اللي عنا. واحدة من الناس الحقيقة راضية ويعطيهم الصحة الطب الاستعجاليين بالرسمي ما مش مقصرين حتى لو كان صحيح فما الخايب او فما برشا الباهي فما العبيد اللي ما تخليكش معناها تلابي معناها يأدي واجبه. ما نتصورش المواطن التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجالي خاطر انا نشوفه في الامكانيات تاع المستشفيات التونسيه ناقصين برشا ماتريال وزيد الوجوه ديما مكشبرين دونك المواطن ما نتصوروش يكون راضي على حاجه كي هكا. كيما
كنتوا تسمعوا هكا كانت إجابة التوانسة وهذا كان رأيهم. وتوا باش نخلي لكم الكلمة في الاستوديو ونقول لكم باي 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 جيبوعة. ميرسي بوكو على ميكرو جيبوعة هل التوانسة تحية لجيبوعة تحية عندي وحدي شقولك شقولك حاجة أي. انا معانيها تورا وسيزون كامل سيزون كامل وخايتي وخايتي شنعمل لها. هل التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجلي؟ نعم ام لا؟ نبدا بك انت ريم. ما نتصورش كان تونسي راضي على خدمات الاستعجالي ميم سي فما مجهود كما كنا نتحدثوا في البريود الاخرانيه جره البانديمي وكل شيء. ولكن الحقيقه واحده من الناس كي نمشي للارجونس حتى على حكايه بسيطه تنجم تضرب ليله كامله. هما يعملوا في مجهود ولكن تحس اللي فما مشكله فيه السيرفيس هذاك مع وعصب على خاطرهم شويه على خاطر فماش ماتريال على خاطر وعلى خاطر دونك ماهوش راضي التونسي. هما نتصور زاد ماهمش راضيين ولا هما زاد نتصور ماهمش راضيين على الامكانيات اللي قاعدين يخدموا بها. هذه البوان اللي وفيت منها ريم نحب نبدا منها. الخدمات نتاع الاورجونس وقت اللي توفر الامكانيات اللازمه تعطي سيرفيس باهي، وقت اللي الامكانيات تبدا محدوده ولا مفقوده تعطي سيرفيس خايب. دونك اذا كان التونسي اليوم ماهوش راضي على خدمات الطب الاستعجالي دو اللي مش راضي على شنو؟ خاطر تلقى غادي ليكيب الستاف ميديكال اللي يخدم ما عندوش الامكانيات باش يوفر لك سيرفيس باهي معناها في الـ في الـ في الاستعجالي. خليك معناها يسبب الاكتظاظ، يسبب لك الستريس والعرك والعصب وكذا والمشاكل. ونعرفوا شنو اللي يصير في اقسام الاستعجالي في تونس وانا عارك وراو معناها توصل للتكسير وتوصل للعنف والضرب معناها هذه الكل على خاطر إنسان في حالة مرض وحالة مستعجلة ويحب يعدي قبل وشكون اللي حالته استعجالية أكثر وقت الترتيب وكل شيء. دونك هذي الكل بالرسمي إن شاء الله نهار نشوفوا الأقسام الاستعجالي متاعنا معناها كيما نشوفوا في الأفلام متاع الخارج. أي للأمانة أفلام كهورة حتى في الخارج راو الإرجانس راو مشكلة كبيرة 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 في الإرجانس بارتو في العالم. راه ماهيش حكاية أنا نعاقب على كلامكم ماهيش حكاية إمكانيات راه لا حكاية ذلي ستريس ولا فما حكاية معناتها أنه عقلية أي عقلية أنه في العالم الكل ما نعرفش ناخذ الإكزومبل تاع فرنسا راو الاستعجالي خايب برشا الاورجونس في فرنسا ويتشكاو برشا من الاورجونس الامريكان ما نعرفش الحقيقه في الافلام نتاعهم جاوبوا به الدكتور هاوس جاوب به تعيش بالوقت تعيش بالوقت ابصر ابصر فما حاجه بركه ديما انت تعتبر انه حالتك استعجاليه اكثر من العباد الكل اللي هو حاجه طبيعيه حتى وكان صبعك مجروح معناها الورك فما كوارث اخرين راح صبعك ديما تعتبر روحك انت خير من اللي عنده 47 سخانه معناها فهمت. دونك هذيك الاشكاليه الترتيب الاولويه شكون قبل مشيت للارجونس صافي في حاله خطيره ولا مشيت في الحالات الكل مشيت في حاله حادث انا اللي معناها متضرر فهمت لطف علي ومشيت مع شكون ديجا مشيت مع شكون معناها عنده بنته مريضه. بصراحه انا نقول ديما الاولويه للصغار وي انا نقول ولا مرا ولا مرا حبل زيد تعيش اكسيدون ولا حكايه بيان سي صحيت اونسانت ولا صغير ديما الاولويه للصغير عندي انا الصغير ديما مبجل بيان سي كبير مهما كان حتى هما نتصور في الميثاق الطبي كيف ذا يبجلوا الصغار على على الكبار بيان سي. انت مشيت للارجونس ريم حكايه مع الارجونس بحكم انا مشيت بطبيعه للارجونس امي يرحمها كانت في قطاع الصحه زاده دونك نعرف خدمه في السيرفيس نتاع الارجونس ونعرف شنو معناتها. اختي كيف فما هذايا معناتها الاولويات اللي كان يحكي عليها اسامه كل واحد يعتبر في روحه اللي هو مبجع على خاطر مريض وعبد مريض سي مريض ما فيهاش زوج وجوه. اما هما زادة تحس فما ستريس خاطر يظهر لي واحد يخدم في السيرفيس دورجونس ما هيش حاجه سهله بالكل عارف روحه على شنو معمل وعلى شنو قادم والناس ونعرف الامكانيات زادة فما منها الامكانيات فما التعطيل فما يظهر لي واحد يخدم في الارجونس عنده قوه سبيسياله باش يخدم في الارجونس خاطر معرض لبرشا حاجات معناتها شفنا التعنيف والعنف والتكسير والضربين للطبه وللفرامل هما يقول لك منهم هما ما يحبوش يخدموا خدمتهم وهما يقول لك راهو مش منا زاد احنا راهو فما امور تتجاوزنا معناتها تحسهم برشا ساعات تحسهم شويه وتحس اللي الخدمات معناتها تجي بطريقه
برشا معناتها اسمه سيرفيس ديرجونس معناتها شارج برشا شارج سورتو كي تبدا لوتشي ربي اكسيدون كبير ولا حكايه وخدمه. انا نتذكر مره هزينا طفل صاحبنا في تكويره ساعه في ساعه سيقه معناتها سيقه تنفخت بالكدا وكل شيء. نحن خلطنا للارجونس وجاو برشا دي زومبولونس تاع اكسيدون كبير هزينا طفل وروحنا ما فما حتى شانس انه باش يتعدى الحالات صحيح. انتم على الاقل فهمتوا اللي الحالات الاخرين ابجل جاوا سبعه ولا ثمانيه امبولونسات معناتها كارثه صارت وقتها يحطها شويه الكول وبونداج ويصبح لاباس. لا يقول لك لا ما عمل لي شيء طبيب عطاني وقال لك برا على روحكم ديما عدم الرضا معناها اون ديري احنا نفهموا اكثر من الطبيب. تحيه لي ميدسان ارجونتيست الكل لي زانفيرمي زاد اللي يخدموا غاديك والطاقم الطبي في الجامعه. نحب نختم بها اش خص كان في كل قسم استعجالي يولي فما سيكوريتي معناها اجنت سيكوريتي من من ما نعرفش انا يتعاقدوا مع شركات الحراسه اللي موجوده تذكروا ولا عون امن. اي اخر فيديو تفرجنا فيه نتاع الطبيب اللي تضرب وقتها في المستشفى نسيت لهنا في ولايه بن عروس في ولايه بن عروس عليهم في مع الناس وقتها خذينا المدير نتاع المستشفى نهارتها قال لنا راهو ما عندوش الحق الامن يدخل السبيطار الداخل معناتها حكايه الحراسه هذيا وكل شيء راهو موضوع كبير برشا التعاقد راهو بين وزاره الصحه وزارة الداخلية عون أمن مكلف عنده جهاز فما قانون يقول لي هم ما عندهمش حق يدخلوا ولا حاجة كما هكا هو ينظم وجود عون الأمن يفرض الأمان يفرض السيكوريتي يفرض الاحترام كي ترى عون أمن على الأقل تكون باش تكسر وما تخاف وما فهم تحس فما ردع وهو نجم يطلب تعزيز في حالة ما صارت مشكلة صارت الأمر يلا هل التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجالي نعم أم لا ترقاو للسونداج متاعنا على الباج فيسبوك راديو إي إف إم اكتبوا لي كومنتير متاعكم نقراوهم كالعادة في آخر البرنامج نعطيكم الريزولتا 29 دقيقة بوب وأنا راجعين في ولد المدى مع يوسف بحري 9:26 دقيقة عليا في محل راديو انتم تسمعوا في ولد المدام كاملين معكم حتى لل 11 نتاع الصباح. نرجع لكم بسؤال السونداج التونسي راضي على خدمات الطب الاستعجالي تجاوبوا عليه في الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. نمشيو لصاحبتك ريم سهسوتي سهسوها في بوان مارشي بوان مارشي سهسوها بونجور بونجور مارشي سنترال ظاهري عايت من بعيد كيفاش عرفتوا يا سيدي؟ من ذيك من العرس اللي بحذيك. لا الجاجويت هذوك. اي اي. وينك ساسو اش عامله انت؟ والله هاني نسمع فيكم انتم تليتوا لي وقت ياك تحكيوا على السبيطارات الكوارث. هكاهو ريت ديما مش عاجبها ديما مش عاجبها. سامحنا سهسوها سافا ما فماش شمس اليوم جوك باهي باردة منسمة الدنيا امورك واضح باهي باهي وماذا بيا معناتها تخرجوا شكون فما شيء وين نجي استوديو على خاطر البافيت تعبت جميلي عرفت تاع البارح. شوف انت كامل بوان مارشي واخلط ديريكت للاستوديو اش قول ما هو سي عماد قتاده ربي يحييه وربي فضله ريت ما هو اي بعثها خدمه اخرى اخدم على اخدم على روحك كلها تدوح في ريوس لهنا من امين لسليم ليمين الكل يعملوا هكا يدوحوا في ريوس نجم نخلط كان على طريق الحنيجي العشية بعد ما كمل خدمة الأخرى أكهو خدمة الصحافة راهو أسمع الجورناليست دو تيران راهو أحسن خدمة راهو صحيح الكلنا بدينا اي الكلنا بدينا هكاك الكلنا بدينا هكاك صحيح ولا لا خوك صافي ثورة انت مرش تقول عندي 20 عام بون لي ديزون الاخرانيين تيران الكل عمل ميداني كل بدينا كيكه ربي معاك سهسوها صحيح اسامة لي الفضل زاد في تكويني اول بدايتي خليها تكمل مع اسامة صافي نحييه ان شاء الله ديما سي غلطة يخليك يا حلومة يا بيه ميرسي عايشك جيت معاه هو وحسيتنا بالبارد نشكرهم على الاخر لا ريكونيسون لا ريت كيفاش ريكونيسون وليلة عيد ميلادها اون بلوس ليلة عيد ميلادها راهو اليوم اي
اي ما نسيت شريم ما نسيت زعني بخير تاعي يا جماعه كدويت استخاته هكا اللي يحب يجيب كادو لسهسوها راهو المقر نتاعنا في لاك دو يجي اخويا حطوا لها الكادويت لسهسوها لي مقر نتاعنا ابو مهل زهره لا 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 في الراديو مش تغمنا من بعد الغد لا لا هنا لهنا على عينينا الكادويت يتحل لازم تكون بروفيسيونيل بروفيسيونيل يجيوك للخدمه خليهم اللوطه ما طلعوهمش الفطريين خليهم خايف على كادويت واضح خاف الحق تاع ربي واضح واضح عندي انا عندي سؤال بريء هوبا جاب لك باش يجيب لك كادو ولا والله هو رجع يخدم خديته ميت بكورونا لا بران نورمالمون ربي يشفي ان شاء الله ربي يشفي ربي يشفي كله منك مرض بالكورونا خاتي بالسابق ما يعرفش هذايا خاتي بالسابق اوبا اللي ما كتبتش في الاخر احنا سيزون جاي نشوفوا لك راجلي يا مهد العروس مرضاوش في الدخل يلا بي اعطيني اسباب المرش دخلتني في متاهات كبار برش اعطيني اسباب المرش اما انا اول وحده مشيت نخطب في الطفل وقت انا راجله ماهيش طفله هذيك يا بنتي اسباب المرش اسباب المرش اللي عبيت تستنى في الاسوام في مرشي سونترال انا الاولى سكت عندنا الخوخ بوتابقايا 2480 الكرمو استوى وقته ديجا 3500 العوينة 980 العنب 1980 فاخي بونجور هاك سلم عليكم هاي بونجور بونجور عايشك صار نحسوا غالي على فرنسي عنا الانتاز قديش الانتاز سمحني 3500 3480 زيدوا قدموا شويه نقاو العنب هذايا العنب الطويل كان تاع الخوف ما يسمتيك هذيك كان النوع هذايا نلقاوه 2980 نلقاو نوع اخر نلقاوه 2980 كيف كيف زيدوا نعملوا دوره على الاسوام تاع الخضره نقاو المعدنوس والليشيو كل نقاوهم على 5 جنيه الجناوية تحية للهجر الحناشي بقسم كل يوم بدنا نعملها تحية كل يوم مش بريس كل يوم كل يوم ما ذكرني بالجناوية ما اشتغلت وهي تصبح في مدينة جديدة ما قلتش شنيا العلاقة هاي قدير جناوية 100 جرام بدينار بالنسبة للخشينة وبالنسبة للجويدة 16 جنيه تنجموا تشوفوها على اي اف ام تي في نقاو الزيتون زاد 9000 الكيلو السبناخ 3000 الكيلو السلق والمعدنوس كما قلت زاد على 5 جنيه نزيدو نقدمو شوية بسم الله كنا نشكرو في المارشي سنترال عن ضعف نتاعو ظهالي ما عادش باش نشكرو برشا على خاطر ولا شوية هكا يتمسخ دونك لازمنا ريبورتاج عليه كيما عملنا ريبورتاج على حمام الأم عندنا ود الكاميرا بلفي البطاطا 14 جنيه القرعة الأخضر بوتوزينة 2500 طماطم 14 جنيه كيف كيف البصل 800 جنيه البطاطا قلنا 14 جنيه الفلفل الحار 18 جنيه باش نزيدو نخرجو شوية باش نشوفو الأسوام نتاع الحبيتات نتاعنا بسم الله اوكي القاعدة توصلكم ليماجة اي ساعات نحس قاعدين تاكلوا ولا حاجه خاطر ما فماش تجاوب لا لا نسمع في الاسوام نتفرجوا في ليزيماج مزيانين اللي تبعث لنا فيهم المارشي سنترات سهسوها مشيت للحوت اي جينا للحويتات تقوم يعرفش المارشي سنترال واللحويتات نتاعنا عندنا دوغاد 13980 قالوا 15 عندنا السردينه 3600 تريليا 8600 نلقاو الشبريت على 22 دينار و 800 وقال لي اللي يحب ياخذ ب 20 بالنسبه هذه صوفيا كلامار 10800 بالنسبه للقرنيش قداش
القرنيط ب 20 دينار نحاول شوي نطلع شوية بالنسبة للحوت نحاول الكلمة زادة من نوع آخر هذايا 26 و 8 ليم قرنيط 19 و 8 ليم نحاول خبز 9000 و 8 ليم للجويدة كما قاعدة توصلكم الحركة متاع الحوت ما شاء الله صوت وصورة فما أكاديمية صورة نقول الورقة طي الغنية ذيك ركبتني في المخ هكا هو عندك الحق حتى أنا باش نسكر عليك البث باش نسكر بالمرجين 9000 و 8000 يلا بقيتك العبيد الكل قاعدة قاعدة تبيع نفس الأسوان وزوجت بيناتهم دينار ولا سنين دونك اللي قريب من ماتش سنترال هكا يجيب الصفحة نتاعو ويجي يقضي تحويتات والخضرة وكل وشيفوا شيفوا بالدنيا شيفوا به باهي برش شكرا ليك ساسوها ميرسي بوكو على الاسوام تاع المرشي في المرشي سنترال نتقابلوا غدوه ان شاء الله في عيد ميلادك نعملوا لك برشا جو ان شاء الله ميرسي بوكو ساسوها يلا سافا الاسوام في المرشي سنترال سافا خاطر انا مرشي سنترال ثنيتي كل يوم معناتها نمشي للمسرح الحمراء دونك غاليه الدنيا وي. اللي نخرجوا به الخلاصه غاليه غالي. من اللي سهسوها من اللي جيت توا هنا رينا ذوما ارخص بلاصه بسويقه وي باهي مرفقه ولكن نأيد سهسوها في حاشيكم لوسخ اللي في المرشي برشا الدنيا انا مشيت للمرشي سنترال ديرنيير مون نهار ثلاثة اللي فات عندي قضيه في وسط البلاد وتعديت المرشي سنترال الحق راهو مسخ شويه الحق هو مسخ وسط البلاد هذيك البارتي هذيك الكل نتاع تونس مسخه يلزمها حل الحكايه معناها ان شاء الله ان شاء الله بلديه تونس تتلهي والولايه زادت تتلهي وتستجيب بالبلاصه هذيك سورتو يلا فما في القصرين قالوا ريم ماكله فما ماكله بنين على الاخر يقول لك اسمها مطبقه قصريني الله وحد هيك الله وحد عندنا مستمعة اسمها مروه بعثت لنا الرساله تاعها 52 959 603 على الواتساب قالت لنا عندي مطبقه باش تعطينا الرساله نتاعها في كوجينتكم كوجينتكم مروه اهلا وسهلا بيك عسليمه شنو احوالك الحمد لله عايشكم من القصرين تكلم فين اي نعم نحن لاباس الحمد لله قالوا لنا راه عندك مطبقه قصرينيه بنينا برش مطبقه قصرينيه وانا نسميها هذيبه كسره بالشحم ايوه كسره بالشحم تعرفش عليه على خاطر المطبقه موجوده في قفصه موجوده في توزر موجوده بارتو خلي نفهم منها شنو هي السر يا خويا مع المطبقه هذه اللي بالشحم وسرتوكم فيهم الكل شحم يلا نمشيو مع مروه في كوجينتكم تعطينا الروسيت نتاعك اول حاجه نحب نقول لكم احنا يسموها الكسره بالشحم خاطر هي البذر تاعها شحم المطبقه هما في قصه يقولوا لها مطبقه ما احنا المطبقه عندنا في الاسبانيه مطبقه عندنا بالتون فرماج حاجات هكاك مطبقه المهديه معناتها هكاك اي فيها هي ولات كلها برشو معناها اي نبداو اول حاجه بالعجينه على الكيسين السميد نحطوا كيلو سيرينا ونزيدوهم شويه ملح ونعجنوا بالبيض بالماء عادي مش سخون ومش بارد نعجنوهم بالبيض بالبيض الباهي ولا نحطوها في العجينه ونخليها ترتاح باش تجينا عجينه باهيه تتحل وطوعنا في الحليب من بعد كي نجيو نخرجوها بعد نرجعوا نحضروا الخليط نتاعنا في الخليط كما قلنا الباز نتاعها الشحم دونك يزيدنا شحم شحن نقصوه ولا نقطوه جيد ولا نرحيوه فما شكون ما يحب الشيران الشحن في وسط الخبز يرحيه كي خاطر بعد كي يجيب يتحلوا مع الشباك. للبنه يلزمها برشا بصل البصل يبنلها برشا سيرتو البصل زيت نتاع الشكاي بالعرش وكل سينو كيف يبدا توا مثل كيف وما فهمش هذاك الفن بالعرش دونك نعملوا الفن روس عادي كان فما شوي كراي رفقوا نحطوا اللي يحبها اللي يحبها تجي حارة كل نحط مغرفة فلفل أحمر مغرفة ونص بديشة عربي نزيدوها فلفل أكحل وشوية تبل وكروية شوية كركم وبيان سور نحطوا شوية ملح
اللي يحب زوبه يزيد كعبة طماطم ولا قرن فلفل ونحطوا رشة معدنوس ونحطوا من بعد على نار هادية حطي يد الشحن هذيك يذوب شوية وأنتوا تطولوا شوية ورجعوا قصوا العجينة تاعنا ونزيدوا نخبزوا ونحطوا بشوي بشوي على الدجاج وتكهرب. واضح، ميرسي بوكو. ميرسي بوكو. اش قولك؟ باهية زايدة رشة المعدنوس، هذه اللمسة نتاع رشة المعدنوس والكراث لهنا تو عرفت الفرق، فهمت؟ ايه. قداش تقعد ترتاح العجينة ما قلتيش؟ العجينة هذيك نحطوها في الوقت باش نمشي نحضروا فيه الخليط، يعني مش برشا، يعني ما تفوتش نص ساعة، يعني شو خاطر مش نغير خميرة. هكا هو اما حاره ظاهر فيها هذيا مشخشخه وحاره اللي يحب شاهدتيني. واضح، ميرسي بوكو على الروسيت البنينه مروه. عطاتنا الروسيت نتاعها، بعثتنا على الواتساب على 52 959 603، وبعثتنا الروسيت بنينه برشا مطبقه قصرينيه. قالت وراي ماهيش كيلو اخرين، ماهيش كيلو اخرين. نمشيو مع اخونا اسامه السعفي في ميديا ماك. ميديا ماك، يلا صباح النهار مرة أخرى. صباح الفل. دونك في ميديا ماك باش نحكي على تصريحات ماذا برميلي اللي كنا حكينا عليها البارح في كورنيش موزايك. دونك باش نحاولوا نلقاو إجابة من فريق الحرقة ولا جروب الفيسبوك اللي حكي عليهم هذب، واللي قال إنه أصبح كيفاش قال بالضبط، هو قال أصبح ينظم في عمليات هجرة غير معناها هجرة سرية ولا هجرة غير قانونية. دونك باش نحكي وزاد على ترتيب الإذاعات حسب سيجما كونسي لشهر جويليا. دونك EFM مازالت في المرتبة الثانية في نفس الترتيب متاع الأشهر اللي فاتت تقريبا ب 5.2%. لهنا نلقاو تقريبا ليزوديتور بار جور متاع EFM في حدود 520 ألف مستمع يوميا. في المرتبة الثالثة RTC اي المرتبة الرابعة رجوع RTC RTC قاعدة تطلع بشوية بشوية. كنت راهو معناتها راهو معناتها ذاك ست شهور التالي ولا حكايه مرتبة السادسة ولا الخامسة معناتها ببري اكيد. انا خليتها في الرابعة ما نعرفش توا بصراحة كي نلقاوها في المرتبة الثالثة معناها والله صافي بليزير الحق مع خاطر مدرسة راهو RTC مدرسة كبيرة وي وي. دونك نلقاو إذاعة الزيتونة في المرتبة الرابعة، وبعدها تجي شمس فام، وبعد جوهرة فام، وبعد إذاعة صفاقس كأول إذاعة جهوية في الـ في الـ في الـ في الترتيب. إذاعة صفاقس نعرفوا العدد نتاع العباد اللي تسمع إذاعة صفاقس في مدينة صفاقس وأحوازها. دونك تقريبا هذا هو الترتيب العام. الحاجة اللي نقولها ونأكدها أنه EFM عندها مستمعين أوفياء وقاعدة تزيد كل مرة في عدد المستمعين وتحافظ على ترتيبها في المرتبة الثانية وطنيا في نسب الاستماع لشهر جويليا 2021. والحمد لله، برافو EFM. وما تنساش لي الراديو نمبر 1 على الديجيتال بيان سور. فوالا هي حاجه معناها تفرحنا ياسر انه الديجيتال على EFM يقعد ديما صاحب المراتب الاولى، وانه احنا نحاولوا نحافظوا على حاجه تميز الراديو انه نخدموا ياسر على جست الصوره. صافي قالوا لي باش نصلح لك جست معلومه واحده، المرتبه الثالثه راهو الاذاعه الوطنيه مش الدوليه، الاذاعه الوطنيه معناتها الاذاعه الوطنيه مش RTC RTCN هذيك RTCN هي راديو ناسيونال ناسيونال فوالا يعني الوطنيه RTCI هي الدوليه. واضح دونك الاذاعه الوطنيه دونك كوميم معناها الاذاعه الوطنيه زاده ترجع للترتيب اكزاكتومون بي هذا هو اكزاكتومون RTCN. دونك تطلع الاذاعه على الغالب سيغما كونسي تحط لنا اخويا راديو تونيزي نورمالمون هي راديو ناسيونال لايكات تحاسبنا على الكلام بالفرنسيه. دونك انا عربتها
اختيسيان دونك تطلع الاذاعه الوطنيه المفيد اي اف ام في المرتبه الثانيه والحمد لله ربي 520 الف مستمع يوميا حاجه تفرحنا وتشرفنا برشا. هذا هو هذا هو البقيه خويا لا يعنين لا يعنينا لا يعنينا كل واحد يخدم على روحه وان شاء الله احنا نحتلوا ديما كلهم زملائنا الحقيقه وان شاء الله بطبيعه الحال الراديوات الكل موفقه يا ربي سورتو راهو ننساو راهو اللي فما دي راديو اسوسياتيف يخدموا في خدمه مزيانه مزيانه برشا لراديو هذوما ونوعا ما يفكوا هكا قاعدين في بلايصهم بشوي بشوي لراديو اسوسياتيف تحيه لهم خاطر فما عباد راهي تخدم بلاش معناتها ودي بينيفول في لراديو هذوما تحيه لهم يلا صح والله اسمع اللي أي. نلقاه مثلا بون مش دي راديو اسوسياتيف مي اذاعات جهويه خاصه وصغيره كيما يوليس اف ام مثلا كيما كيما اوكسجين نلقاه في مراتب باهيه كمان فهمت بارابور للاذاعات اخرى كبيره واقدم منها نلقاهم في مراتب مشرفه يوليس اف ام مثلا فما 59 ألف مستمع يوميا باهي برش باهين باهين كمان في بنزرت نلقى أكسجين فين ب 94 ألف مستمع يوميا زاد كمان باهي شيفر باهي متقدمين على إذاعات معناها عندهم سنوات يخدموا وي واذاعات تبدا اذاعات وطنيه معناتها وجهويه وجهويه ما فوالا نتاع نتاع الاذاعه والتلفزه معناتها هما دي بريفي راموليس واكسجين سي دي راديو بريفي اذاعه عموميه يلا نرجع الموضوع اللي كنت بديت نحكي عليه في اول الروبريك واللي يخص يعني مسلسل حرقه المسلسل اللي اثار اهتمام الجميع الفينومين نتاع شهر رمضان اللي فات مسلسل جميل جدا ممتاز على الاخر المسلسل واي خبر يهم مسلسل حرقه يهم المستمعين الكل على خاطر العبيد قاعده تستنى في سيزون 2 وقت اللي سمعنا في الكواليس انه السيناريست قاعد يحضر في جزء ثاني للمسلسل هذا يجينا تصريح صادم نوعا ما من نجم المسلسل نقولوا احنا واحد من نجوم المسلسل مهذب الرميلي اللي يقول انه الجروب فيسبوك نتاع مسلسل حرقه ولا يصيروا فيه تنظيم لعمليات هجرة سرية كما صدمنا احنا زادة صدمنا صدم الموديراتور متاع الجروب امين محمد امين شوشين اللي هو زادة هو مستشار في الهجرة ويعيش في ايطاليا دونك يعني اختصاصه الموضوع هذايا هذيك علاش احنا باش نحاولوا نفهموا من عنده شنية اللي خلى مهذب يخرج تصريح كي من هكا شنو هو حقيقة التصريح هذايا نقول له صباح النور أمين صباح الخير عسلامة شكرا يا سامو وعسلامة الناس كله مرحبا مرحبا أمين دونك أول حاجة ديريكت قراءة للتصريح متاع مهذب اليوم شنو معناها واحد من نجوم المسلسل يقول انه الجروب فيسبوك متاع مسلسل حرقة أصبح ينظم هجرات سرية هو والله نشوف تصريح زمنا الناس الكل فهمتني خشنا الناس الكل وخلينا معناتها نخموا ياسر معناتها كيفاش بعدين عاود طلعت برشا مرات تصريح فهمتني معناتها يخليك انك تعاود تعمل حساباتك على اي حاجه عملتها في الدنيا فهمتني بالاخص انا شخصيا معناتها نخدم في الهجره فهمتني في مضاعفات الهجره الغير نظاميه وفي الموضوع هذا معناتها وحتى معناتها نعاونوا في المهاجرين في تونس هنا والاجانب والناس الكل الموجودين هنا هكا في خدمتنا خليك معناتها نشوف فيه شويه لكن الحق نتاع ربي هو توا وضح مهذب على المحسد نتاعه على انا جروب يحكي فهمتني هذه الحاجه اللي طمنتني وخلتني نرتاح شويه لكن ومن ثم فما عباد صار لها لبس في الموضوع وين اللبس بالضبط يا مين خلينا نفهمه خاطر اللبس صار انك عملت كونسيي نتاع المسلسل تخدم في في معناتها كوسيط ثقافي معناتها تخدم وسيط ثقافي فهمتني وخدمت في البارك نتاع النقاش فهمتني كيما شخصية وعد وكيما شخصية التيجاني بالضبط باش نقربوا في الفونتر وخدمت حتى في سفن الانقاذ معناتها فهمتني في الميديتراني كيفاش انت عندك الجروب نتاع الحرقه وهذا قال معناتها وليت تلحموا معناتها هكا من اللغه نتاع تونس معناتها نحن وليت تخرجوا في العباد في الهجره غير سريه معناتها الهجره السريه الناس قدمت فما شكون كلمني قال لي كيفاش والحكايه فهمتني اخي بالحق ولا شنو معناتها فيها تهمه كبيره حتى هنا في ايطاليا فهمتني الحكايه هذه راهو فيها الحرب معناتها مش كيما في تونس نجم نقولوا انه الحاجات تتعدى
هكاك معناتها ليش فهمتني ليش فهمتني وحتى حد ما يهتم بها برشا الهلال معناتها ثم سايبر ونحن المعلوماتيه فهمتني راهو مخابراتهم وديليتهم معناتها يعرفوا الامور هذه معناتها كي تجي وتنظم سريه فهمتني مش تدخل ثاني معناتها انت خارق القانون ونجموا يحبسوك معناتها فهمتني تهمه كبيره لكن الحمد لله هو مهزم معناتها وضح من بعد قال ماناش نحكي على الجروب الرسمي فقط نحن عندنا الجروب الرسمي للمسلسل الحرقة فهمتني ثم جروبات اخرى يعني اللي فهمتوا امين ثم جروبات اخرى وتبدلوا من بعد اساميهم وحطوهم باسم المسلسل الحرقة باش يجبدوا العباد فهمتني شيء معناتها اللي يبدا له الجبين هو ديجا قالها البارح معناتها تقص الدم فهمتني خاطر بالحق معناتها كيفاش انت وصل معناتها تدعي العباد الا باش تحرق وباش تموت في البحر فهمتني بغض النظر انها ثم ناس وصلت ثم ناس معناتها سكت امورها ثم ناس صارت لها كما نقولوا نحن نقلة نوعية في حياتنا لكن يبقى طريق مخطر ياسر وفيه هدر كثير من الارواح راهو الناس اللي توصل معناتها لهكا وتحكي يحمد ربي اللي هم وصلوا ونجموا يحكيوا لو ثم عباد معناتها في قاع المحيط ما يحكوش عليهم الى يوم من الايام اللي هم في قاع المحيط فهمتني ولا داعي معناتها للدخول كما نقولوا نحن في تفاصيل اخرى هذا هو الشيء اللي خلينا معناتها كما قلنا احنا ما خفت برشا من تصريح هذا البارح واضحة الصورة يعني تقريبا صار لبس صغير لكن انا نحب نسألك يعني مسلسل حرقة بعد بث وانت مستشار في الهجرة بعد بث المسلسل اسكو هذا يقلص من رغبات الشباب في الهجرة السرية والغير نظامية والا زاد في التو متاع انواع الهجرة ذي ما يشوفه مسلسل حرقة هو مشروع كبير ياسر وحاجة ما يزميش توقف عند مسلسل حرقة بركة خطر الموضوع هذا اللي في ينتبوه حتى الفيلم مش نحكيه فيه ومش نتكلمه فيه خطر عيب وما يجيش وده شنو والأمور هذه كل مش نعضوه وخلي الناس نخرج وخلي الناس نسترخن المسلسل كي تخدم أنا خدمته من اللول مع سي عماد الحكيم وجاب حدايا لسعد معناتها والبرود الكل متاع الواحد جيوا لهنا وهزيتهم اللي صافر كل شيء الهدف ضد انه باش الناس تفهم مش معناها فهمني الحرقه بالضبط خاطر قاعد ما الناس تحكي تجي لهنا ما يحكيلكش على العذاب اللي تعذبوا راه ما يحكيلكش الناس اللي عايشه في الشارع ما تحكيلكش الصعوبات اللي تلقاها فهمني والعنصريه والامور هذيك الكل انا حسب رايي معناتها انا لو معناتها في الـ في الـ في موضوع الهجره في الهجره دي من 2007 نحن في ايطاليا فهمتني في الهجره على مواضيع الهجره ثم برشا دي بروجرام اللي يمول فيهم الاتحاد الاوروبي ضد الهجره الغير نظاميه لكن انك تخدم فيلم ولا تخدم مسلسل راه يوصل الرساله اكثر انا حسب رايي ينقص ويقلل ولازم الاعمال هذه اللي من نوع هذا توصل للشباب وتوعي الشباب اكثر لكن او ميم طون رانا لازمنا ندافع على حق الشباب انه باش يسافر انه باش يخرج انه باش تتيح له الفرصه يلزمنا نحن نقويوا السياسه نتاعنا الخارجيه مع الدول الاوروبيه وحوض المتوسط ان نلقاو شراكات ان نرجعوا البعثات للخروج لبرا باش نجم تحدها من 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 من, من الظاهره هذه ومن الظواهر اللي تستنسلنا طاقاتنا وشبابنا اللي موجود معناتها في تونس صارت انت عباد انا انا انا, أنا, أنا بالنسبه لي انا الميديتراني كما نقول ترمومتر فهمتني في 2006 ولا 2007 وقبل الثوره وكل شيء كان يجيك لي ديلانكون ناس ريشارشي الناس اللي هربوا من الحبوسات وعباد معينة فهمتني من تيارات سياسية معينة وكل شيء بعد 2012 ولا 2011 معناتها بعد الثورة التونسية جيت تشوف تلقاها معناتها دي دكتوراه فهمتني ناس معناتها ما لقاتش خدمة في تونس تلقاهم ناس معناتها بنات معناتها ما لقاوش حظها في تونس معناتها باش تخدم بشهادتها ثم معناتها عباد عائلات تهرب فهمتني تفهم اللي ثم مشاكل في البلاد كيفاش انت باش تقف قدامها انت ماكش بالمجهودات نتاع الاتحاد الاوروبي هاو باش تعمل عليهم لازمنا نلقاو حاجات اللي نحن نحكي وقعنا اون فليس الصوره اللي ماهيش قاعده توصل لتونس معناتها اللي ماهيش قاعده توصل لتونس هي حقيقه المهاجر كيفاش عايش لهنا وكيفاش كون روحه وكيفاش وصل للي هو وصله اذا كان هو وصل لعمل لا ولا اذا كان وصل لعمل سياره اذا كان وصل لعمل منزل في تونس شنو هو التضحيات الاخرى اللي قابلتها خاطر نشوفوا كان فلان ها وروح بكهرباء فلان ها وبعث الداره ما وشرى داره وما نعرفوش التضحيات معناتها ما نعرفوش شنو اللي قاعد يصير هناك وكيفاش يوصلوا امين ما نعرفوش ان المهاجر نعم لنا اهلا وسهلا ريم حمروني معك اسمعني امين اهلا اختي اهلا بابا المشكله في اللي تحكي فيه الكل مهم وكذا ولكن اليوم فما خطر من نوع اخر لي مينور اللي قاعدين يخرجوا وعائلات كامله البو والام وصغارهم يشدوا الفلوكه ويحرقوا
لهنا ما فهمتش شنو هالفينومين هذايا اللي كل مره معناتها توصل فيديوهات حيه من قلب البحر، ناس ماشيه وهز رواحها، ولهنا شنو الممكن فعله قدام الموضوع هذايا؟ شنو نجمو نعملوا؟ شوفي اش نقول لك انا، شو مش نجم تعمل هذه، لازمها دراسات ولازمها واحد يفهم علاش يدز شنو الحاجات تدرس، شنو الحاجات اللي تخلي الناس هذوما يخرجوا من تونس اصلا، علاش هو يحس في روحه انا عمري ماني طلياني يهز روحه قبل يمشي مثال معناتها يطيش روحه في البحر، باش كانت في القبل في الاربعينات وفي الخمسينات. ودايور ريم عملنا مسرحيه لهنا مع الـ مع الـ مع الوليدات المهاجرين، وعدينا لهم التصاور نتاعهم هم في الهجره كانوا يمشيوا حتى هم في لوديسانمون لامريكا والكندا، فهمتني؟ هذيك فك الفتره هذيك كان ثم حرب، كان ثم مجاعه، وكان ثم حاجات اكستريم. نحن لازمنا ندرسوا في تونس شنو اللي يخلي عائله كامله انها طيب الجمال اللي ما حمله تهز ولادها وتطيش على في البحر وتجي. الحاجه انت تو انت ذكرتي حاجه مهمه ياسر. انا نحب نقوله لك انا راهو لا 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 هكا صحيح حركه تجي مينور فهمتني وتعمل الاوراق ودرا شنو، لكن راهي ماهيش جنه مش كيما تتصوروها العباد. راهو لهنا ثم ناس سكت لها اولادها لا لشيء الا لانه حطهم من غير حتى سبب في البحر وجيرة. راهو تري امبورتون نعرفوا معناتها الحقيقه، معناتها خاطر لان حقوق الطفل حقوق الانسان معناتها قوانين لا حياد عليها ولا هروب منها. راهو ثم ناس تتوقع انه باش يجي تلقى عندك دار وتلقى عندك فلوس وتلقى عندك دار شنو، لا فهمتني؟ لازمك تمشي المدرسة تقريبا يجي سنة عام كامل، فهمتني؟ لازمك تتعلم صنعة، لازمك تمشي في كوميسيون معناتها باش تطلب لجوء، علاش جاي ايطاليا؟ شنو اللي خلاك تخليك تجي من تونس لايطاليا؟ رانا نحن مصنفين بلد آمن في أوروبا في معناتها في العالم كله، لا عندنا الحمد لله وربي يتم علينا النعمة، لا عندنا لا حرب أهلية، لا عندنا لا حرب حتى شيء، عندنا مشاكل اقتصادية. فهمتني؟ عندنا مشاكل نتاع معيشة. كيفاش أنت تحط وليداتك صغيرات ثلاثة أربع سنين وتجيبهم لنا هكا؟ راهو ثم عباد كيما قلت لك معناتها صدقني ثم ناس سلمت صغار وراهم ما يقولوش راه. واضح امين، مشكور جدا، شكرا لك. موضوع يطول فيه الحديث، واكيد صديقنا امين وضح شنو اللي تقال من عند بطبيعه هذا برميلي، ودخلنا حتى نحكيه يعني في موضوع الهجره، لب المشكل ايوه في موضوع الهجره في الاهم التنظيم. في اهم التصريح بصراحه التصريح هزنا لعبيت قاعده تسعى باش تبرمج على الهجرات السريعه، مش واعيه بخطوره اللي قاعده تعمل فيه اليوم. صغار ما همش واعيين حتى، فما عباد مش واعيه بخطوره زاد تصريحاتها اخويا اسامه. الحقيقه معناتها راهو اون بوفي ايفيتي التصريح هذا، الحق نتاع ربي اللي يخلي معناتها يحل باب اخر ومواضيع اخرى. شكرا ليك. اكيد انه اهم حاجه انه امين واضح لنا، وعلى ذكر امين انا نحب نبارك للاعلامي امين قارة عقد يا ريت البارح ان شاء الله مبروك اي ريت يهزنا في ريت من الماساه للفرح. يعطيك الصحه ان شاء الله. نحب نختموا الفقره هذيا باش وانا نحب نقول جويز انيفرسير لصديقنا امين في توري، ونقول له بالله بمناسبه امين اي بالله كل افونس امشي ناس بعد شوي. يلا نحكيو على الرونتري سكولير باش نربحوا اليوم بوندا شاب 100 دينار معفنا. يلا نمشيو للفناك رونتري سكولير، تعرفوا على بويب ريم فما فيديو باش فوالا. Grand choix de produits de grande marque fil high tech ou le gaming au meilleur prix mais surtout avec le meilleur service. Vivons high tech, vivons culture. اكثر معلومات على fnac.tn. كما تعرفوا لا رونتري دي كلاس على بويب، هذاك علاش الفناك حاطت لكم دي بروموسيون على الفورنيتور سكولير الكل افيك دي روميز يوصلوا حتى ل 30% وزيد حتى دي بروموسيون على لي تابليت لي زورديناتور لي سمارت فون ولي زوبجي كونيكتي في اكبر اسباس اي تيك في تونس. حبيت نقول لكم زاد اللي الفناك اون كولابوراسيون افيك لاسوسياسيون وان داي وان دريم، الفناك تتبرع ب 5 دينارات على كل اشا ب 100 دينار او اكثر. هذا الكل باش ما يقعد حتى حد محتاج. الفناك ensemble pour une rentrée solidaire. ونذكركم لا كارت اديرون تاع الفناك اللي تعطيكم دي زافونتاج مع دي بون داشا ودي روميز، واهم تنجموا تخلصوا على ثلاثه مرات من غير انتيريس مع الفناك. لي بروموسيون هذوما فالابل حتى لو 19 سبتمبر في فناك المرسى، فناك مول اوف سوس، وعلى سيت انترنت www.fnac.tn. وسلعتكم تجيكم في اقل من 48 ساعه سامحوني. فناك ensemble pour une
تكون رونتري سوليدير هذاك عليه تنجموا تكلمونا باش ربحوكم بون داشا ب 100 دينار على 31 380000 في اخر البرنامج ربحوا واحد من المستمعين بون داشا ب 100 دينار باهي في الرونتري سكولير 100 دينار يساعدوا برشا يكلمونا على 31 380000 يلا 9:58 دقيقة فوفا تعطينا الميتيو الأخبار ونرجع لكم في ساعتنا الثانية.